يمتلك السلاح لكنه ينتظر إذنا بالضغط على الزر. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجوب العالم طالبا السلاح والعدة والعتاد، اليوم في إيطاليا قادما من ألمانيا، وقبلها في مدريد وباريس وواشنطن، والهدف واحد: امنحونا مزيدا من الأسلحة واسمحوا لنا باستخدامها. لكن ما هي الأسلحة الغربية التي تمتلكها كييف وتنتظر ضوءا أمريكيا أخضر لتضغط على الزناد؟ منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية تلقت أوكرانيا دعما عسكريا أمريكيا وأوروبيا ضخما، لكنها تراه غير كاف. مئات من صواريخ LMM ودبابات تشالنجر وقذائف مدفعية بملايين الدولارات. أما الصواريخ الأبرز فهي ستورم شادو البريطانية بعيدة المدى التي بإمكانها الوصول إلى العاصمة الروسية موسكو، وصواريخ أتاكامز وسكالب. زيلينسكي يلح أيضا على منحه مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي. عدد أنظمة الدفاع الجوي التي لم يتم تسليمها كبير، هذا ما تم الاتفاق عليه، وهذا ما لم يتم تنفيذه بالكامل. يمتلك العالم ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لضمان عدم تحقيق الإرهاب الروسي لنتائج، وأحثكم على أن تكونوا أكثر نشاطاً في هذا العمل معنا بشأن الدفاع الجوي. قبل أيام تسلمت أوكرانيا طائرات F-16 الأمريكية بعد مطالبات بدأت منذ بدء الحرب قبل نحو 30 شهراً، وهي خطوة مهمة في الصراع إذا ما سمح لزيلينسكي باستخدامها للتحليق والهجوم داخل الأراضي الروسية. لندن وواشنطن سمحتا لكييف جزئياً باستخدام بعض الأسلحة للدفاع عن نفسها أو مهاجمة روسيا، لكن البعض الآخر كصواريخ ستورم شادو تتحفظ واشنطن على منح كييف الحق في استخدامها لأنها قد تتسبب في جر الولايات المتحدة للصراع الروسي الأوكراني.